بلوشي كئيب ليس كعوابي شي لحراي بدان تيدر قصومو بلا شي يكون نافي مشوار ودن فركي ودتا مشوار ودن فركي ودتا اخوتي نحسوشتو برشيان الكسيمي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد استيالوا برنامج كيني حرير كهاي بشر رمضان إنو كجهل لنا أحكامته رمضان تا إنو كجهل لنا إنو كعسوم لنا كل باع ولمدة قونت الدين تأوله متكمدة عاو وحي لو قم مرتيا. ولكن عبد الله إبراهيم يوسف أبو معال وحنو كهل دونا صبرك صبرك أورنتي بشان إبا أي تهاي بشي صبرك وقفك اللي دونا أيو إنو كو صبر إلهي سبحانه وتعالى واجبك أو كو أدون صدي أه صومك وأباهن رنتي صبر فربضان أباهن. هذا بشيخ أيها النوفة فاهين دونا وحيالها اللي نوغب بها يهي. فليتفضل عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من أرسل بالهدى ودين الحق، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال innaga oo bishii ramadaan ee barakeysneed ku jirna waxaanu sharaf ah inaan iska sheegno mowduuc ku saabsan diinteena oo ciwaankiisuna uu yahay as-sabr. Hadaba sabirka waxa la yiraahdaa waxa weeye sabirku adiga qofka muslimki inuu ka sabro oo macaasida ka joogsado, daacadda ilaahayna inuu ku sabro, aqdaarta iyo waxyaabaha ilaahay uu qadaray masuuliyadda dhacayna inuu ku sabro sabir la yiraahdaa. Sabirka ayada quraano farabadan ayuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala kaga hadlay makanada weynna islaamka uu ku leeyahay. Yaani maxaa yeelay qof kasta oo muslimi sifa kasta oo wanaagsan oo qofku u leeyahay sabir bay u baahan tahay. Haddii cibaadada tahay sabir bay u baahan tahay, soon haday tahay sabir bay u baahan tahay, jihad haday tahay sabir bay u baahan tahay, wax deeqsinimo iyo karam haday tahay sabir bay u baahan tahay. Sifa dhan kasta oo wanaagsan sabirka uu hooyaa sawgeed ayuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala amarku ka hadlayay sabirka. Falaaxa bini aadamku iyo guusha ay gaadhaan ilaahay wuxuu ku xidhay sabir. Marka alla wuxuu yihi subxaanahu wa ta'aala, yaa ayuha alladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabiduu wataquu llaha lacallakum tuflixuun. Ilaahay isagoo inala hadlaya dadka muminiinta wuxuu yihi isbiruu sabra wasaabiruu, galadana la sabartama buu ilaahay subxaanahu wa ta'aala. Haddii aad sidaas samaysaan ood sabir la timaadaan ood sabirtaan ood adkaysataan الله وحينا شيء إن نلبان إن الله علكم تفلحون وأقول إنسان إنسان لبان واتجار سامبلاهير إلى هاي آية القرآن وكله وحينا وشيء قد كصبر أجر كودا إن إلى هاي أني قانو بين آدم كأني أحبك جرين إذا ذا إنك قد كأي سمايان إن حديدا وأجر إلى هاي. لكن الله القرآن كوحينا وعدي صبر كأجر يسوع إن إلى هاي أوجيه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بلاهير قد كصبر يا أجر كودا والله وفيريا oo waa loo dhammaystirayaa buu ilaahay aayad qur-aanka ku yidhi bigayri xisaabin xisaab la-aan aan bini aadan xisaabin karayna ilaahay uun ogyahay. Waxa alla aayad qur-aan oo kale inoogu sheegay dadka sabra in ajarkooda laba jeer laga dhigo mudaacafo loo sameeyo loo laablaabo. Marka ilaahay aayad qur-aana isagoo inoo sheegay ina ulaa'ika alladiina yu'tuuna ajrahum marratayni bima sabaruu bilaahi, dadkaasi ilaahay rumeeyey ee cibaadada la yimid ajarkooda waxaa la siin doonaa buu allah inagu yidhi laba jeer. Sababtuna maxay tahay? بما صبروا أتكيسك أي أتكيستين أي أصبرين دين تأي عبادة أي إلهي سبحانه وتعالى كسيريا ولا ليال. وحنوبة عن هاي قفك مسلم كي إنو صبرك كده دالو أي ربضان أوفر ربضان مكي إهل نارك أما إهل جنة أما كي إله الليان دادك ملاكتو إله الليان أي سلام يان سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وحي كتهن يدين يان أو كورنا يان سلام عليكم دبدقل يكركين لهاتو بما صبرتم وحنا بتقليدا ايه وانا جا ايه نار جنادات كو غادين وصبر كي صبرتين اد عباده كو صبرتين اد معاصيده كو صبرتين اد اقدارك الهي ايه وحيابا حنون قبدان ايدن كو دعايه اد كو صبرتين با الهي جنادا ايدن كو سيي سلام عليكم بما صبرتم.
وعلى أنا إخواني في الله إلهي سبحانه سبحانه وتعالى وحكوت المامي أرمها واوين ابن آدمكو دادك ووناكسن إيا دادك إلهي ودونيو أدف هرأوني أيها الرئيسي إلهي أصينيو أي صبرك إلهي سبحانه وتعالى كتل المامي إلهي حلو لمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الورنك الصبر إيادك إستعرين تاسيو أرمها واوين إيا لقوان كان لو قاطعتهي ولا لا لا توقفك الصبر وعدك استوحوا هلي يا إنه إلهي جعل هذا سبحانه وتعالى إلهي جعل كي سوحوك عليها إن هاي إنسان صابرة وعبادتك الصبر هي وحرانتك الصبر هي وأقدارت يوحي بها على الرذي حنونك بدل له وعدك إنسان يون أرجع حين سأوجد إلى يحري والله يحب الصابرين إلهي يحجعل هاي تدك الصبر يا عدك استا إخواني في الله معي الطلاب على وجه الله إن إلهي كل شيء سبحانه وتعالى أو جرجارك الله أو معك هذا صبرك على وجه الله إن الله مع الصابرين إلى يحيي القرآن النويري الله وحي لجرا ومعود أويه ومعية خاصة وصينية قوة صبر يئات كيسنية وحن لنا ما دام عين كاتهاي وحن وبهنا هين الدلال نبوح عليه الصلاة والسلام قفنا لمسين عديت كون وحي إلى هاي بحية أو صبر كقبلارن صبر كاسي إلى هاي وكت المامش داية عيرها فربنا لنوع أماني نبي يدي إلى هاي وكو أماني نبي أيوب أيو الله سبحانه وتعالى صبر كقوة أماني إلهي سوينات مرنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وحن هل نبيل ميت صبري أو أتكيستي وحن ما نهي إن نصبر كأولا ومحارم تكسمرنا إبادة إلهينا أي نكسبرنا خاصة بشهر رمضان الخير كذب بديهي مع صيادنا أي نكسبرنا وحي دبي نقوي مادانا أي نكسبرنا وحي إلهي آيات قرآن إنه وقش لأجدادك بن آدم كي إنه خسارين والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تدكو دمان تود خسارة كسرهم بالله قوة أفر شيء لقاه لما ينافر صفو صفاتك وددكو قفك لبان يا وين مومي يا إلهي رمي تلابادنا وين عمل ونكسان وصالحة سمية تصدحادنا وين قفك حق ددك أمر أو ولاك أو شيء تافرادنا وين الصبر لما تأفر تاسفونك لقاه لما إلهي قوة سنبال لبان إنت كلين أفر تاسف لهين ألو حنو شاقة إناي خسارين وإن خسارك سبيهن إخواني في الله وحلانا هاي صبر كاسي إلى هاي إنغو أمانا يدلك مؤمنين تالو أمري وحبادن بالو بها يأين لغو صبرو بيش رمضان باليري ما دام عينو كود حشيرنو صدح دانو عي صبر كبا يلا كوبساتي باليري محايا لي قوفك مسلم كي مركو كوات صوم كاسو عبادة أيو كو صبر يايو أتكيسان يايو سومي يا مركا الصبر على ضاعة الله صبر كي كوات ساسو كهلي ثانيا الصبر عن محارم الله بشهر رمضان بوكيلو محارمتي يو حيابي لغا حرمي كل كي وروح حلال هاي عبتانكي يو عنتانكي يو جماعيبا وكاعد كيستيو الصبر عن محارم الله بوسمي تصدحات أقدار تمولي مكاو حيابا حانون كبادن لي حانون بي بشهر رمضان لي دهامر كوقفكو صوما ووهرادايا وقاچونايا ودالايا لكن هاتنا محاود ديدي وقاعد كيستانايا يو حانون كان وقاعد كيستانايا مركا صدح دان نوع صبر كابا بشهر رمضان أي كورو تبع ليلي ساو جد قفك مسلم كاو حلو قبل هاي إنه بشهر رمضان كفائديسو وحنا لا ينو شيء تذكر صومن إلى هاي وحكوت المامي تذكر مركو أجر سينا يو قارو لولي بالله قارين تاسالة سيا قارتو ما لولي لابا قارتو بقول لكن إلى هاي وحكو شيء إلا الصوم صوم كمو يعني فأنا أجسي به إلى هاي بالي أنا كأبال مرنية ما دام ويا قفك نقاب الصابرة وعبادي كصبري إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وسوق ليا وعلى أنا هاي وحدون يقفك مسلم كينو كصبركو الصوم وينو كصبرو كصبر معاصيدي وعبادة وقوات كيستا صبر بيو بانتاي قيام الليل كوينو صبر اي صلاة لو تاغي هي لتوكين يا صبر ياد كيسي باو بانتاي وينو صبر اي وقوات كيستا وحكالو لو بهاي هاي وكجرة قرآن كينو آخرية ودميو صبر بيو بانتاي تاوا ينو قوات كيستا وصبر كنا لي مادا ذكريك ينو حخرينا وإلهي حصو سبحانه وتعالى من توصوميهي يدونا صبر بيو بهانتاي تانا صبر بيو بهاي انفاق انو سمعي او وحبهي قفك مسلم كي بشهر رمضان مدام انفاق قفك قف افتري اجر جيس اولي هاي انو اللي من لابو بخيلتيني مدى اسكقو يو وحاو جعلي هاي كصبرو بحيا وحيو بهانتاي صبر مركا قفك مسلم كا مجالات كا انو كو صبرو ايالو بهاي ادولا يوحن لانا هاي محا قفك او قرقاري كرا وحيابها صبر كا قفك كو عاوية انو صابر نقضاء ومحي waxa uu horeeyaa qofku inuu musaabir noqdo ee uu horeeyaa waa inuu sameeyaa uu ogaadaa waxan Ilaahay baa siiyay subhanahu wa ta'ala Abu Sa'id Khudri waxa laga wariyay rasuulka nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam jaa nasun min al ansari ila an nabiy sallallahu alayhi wa sallam dad ansar kalmida ayaa nabiga u yimi
يسألون المال رسولك حولي ويديسان ينو فأعطاهم نبي قوسي عليه السلام ثم سألوه هذا نمر لباد ويديسان فأعطاهم نبي قوسي وما سأل يعديهم حتى نفذ ما عنده رسولك قوسي يوسي إلا أيضا ما ذي نوحي أكتسي علي فقال لهم نبي قد بنوحو كوري حين أنفق كل شيء بيده شيء كالصو أكتسي علي مركو بحيي وحلي ما يكون عندي من خير وهي حولين هايو فلن أدخره عنكم إذن كايتسان ما يولي ومن يستعفي نيكا دورسوني لكن سمعي باهيدا يسو آشا اسكدويا يعفه الله إلى هايبا دوربولي ومن يستغني نيكا هودا اسكدويا باهيدا إيا مسالة اسكدها داينا يغنيه الله إلى هايبا غني كدها ومن يتصبر يصبره الله قفك إسا سبير سيا إعاد كايستانا إلى هاي صفدا صفرك أيو سيا يعاد كايسو إلى هايبا رابولي نبوح عليه الصلاة والسلام وما أعدي أحد عطاء قفنا لمس عديد يوح بحب إلى هايلي ورسولك عليه الصلاة والسلام خيرا أو كخير بدن وأوصع أو كبلارا من الصبر صبرك حديث كاسي والسكوة فقي تبنى مقامك أنبياء إيه النبي أنبياء هلك إستاقي جرين صفات أسي قارين صبر هو مقام الأنبياء وميلها النبياء يصفاتك إليهين مرسلين مناسي المتقين ويددك إلهك عبصادة صفات عليه حلية أولياء الله المخلصين تدك إلهي كبغي أولياء إلهية أي صفة ذلك وحن أغبها نصبر كان هذا ما دام مصاعبته إسكا بدانتا هاي الدنيا دانا إسكا تغلب بدانتا هاي إخواني في الله وحن أغبها نهاي إنه نصبر نغنو صبر كاسي لما قدري كرو إلهي بعدتك كو أرساقا لكن وحلو بها يقفك مسلم كا مركو برواقا كور عدانا إنه إلهي أغم هاد نغو مركا إلباتا كور عدانا إنه صبرو صبر قاسي لكن وحلو قبا يمرك كواد إنو نغضو عند سدمة الأولى شرط قيسة كواد مكا يدبات تاكو قد عضو أي كلاو كلانتو إنها تصبرتا لغاية دنيا لكن مركا دو هندو ميساتي أي وحوال بس ميساتي غستادا تراوان صبر يا أدن تاسي صبر رمي رادي صبر تاقوابي سومالي دو ترهدا نبي عليه الصلاة والسلام مالين مال معا كميدا أيو قبر ويساو تك رسولك عليه الصلاة والسلام تبن رسولك حكولي صبر نبي قوحي كتري عليه الصلاة والسلام يقفقو wixii ugu dhacay adiga kugu mudhicine rasuulku kaleey salaatu wa salaam uu iska tagay markii loo sheegay nabi maxamed buu ahaabay ka daba tagtay gabadhi markaas ay ku tiri rasuul allah kuma aan garanayn arintaas aan kula hadlay waan sabraya nabi wuxuu wuri kaleey salaatu wa salaam as-sabru inda sadmati al-ula sabirku waqad hore markaa hore hadaad adkaysato argagixi weydo markaas uu sabirku uu asal yahay buu wasaa'il wax badan baad dadka ugu gargaaro qofku inuu sabir noqdo markaa koowaad qofku sabirkan وإنه أغادى المصيبة بموت الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا ذا نهاتي وحكو قدعين وغيري كو قتمت وحلكا بابين ودباتكو قادي كما وينا غيري دي النبي عليه الصلاة والسلام مركا وانا حصوصتها رسولك عليه الصلاة والسلام غيري دي سي تبعدنا وإنا نفتاد الدجساء وارقك حكابها وحكا لو قرقارا قف قبالا يري إنه قف كان مصيبك علم اليقين وغادو ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسر وحكا قد عيا ووحا لكو قدري ومرنا بعنكو سيقين إلهي باكو قدري ساو قيدو حلقا قبها يقف إنونا أرققين وآنون نحن هتي دباطة ماتو لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختار فغور إلهي مجعلا وفانك بدل مركه لو ما يقفك مسلم كي انو اوغادو صبر وليماتو يقين او غرتو وحن الهي قوري مسيغيو سا اوغاد انو ارغا خبا ما ما دام شي كو دحايه ويو الله قوري وا انو ادكيستا وحا كلو قفك او غرغاره با ليري الاستعانه بالله والاتكال عليه انو قفك الهي غرغارسدو الهينا تلا سارتو سبحانه وتعالى مركه قفك نو عاو سميهو ايو الهي سبحانه وتعالى صبر سين ايو صبر كي وغرغار النبي عليه الصلاه والسلام حديث وحي نوغو سو وريي حديث انس بن مالك قال الا وحديثكم بحديث لا يحدثكم به احد غير اصحابك ساهر ما يدين كشيكه حديث عيد كلي انا يدين كشيكين قالوا بلا بين هذين قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فضحك النبي قالوا غرف النبي وقصلي ثم قال امرك رسول قولي اتدرون مي بعد ضحكت ما تكرر سامحك قصلي قالوا وحيان الله ورسوله أعلم إلهي رسولك سنبأك فقال عليه الصلاة والسلام نبي مركا سوري عجبت للمؤمن قفك مؤمن كان لا يعبد لا يقضي قضاء عليه قضاء إلا كان خيرا لو إلهي حكم قضاء لا تقدع خير بأن قتابه مركا قفك مؤمن كهدي بلا قدع ذنع وصبرا هدو خير قدع عنا ومهد نقاسا وقيد أرنتي سلوة ذاون كما مغنى إنو خير كجراء ومهد نقو إلهي iyo inay dhibi ku timid oo uu sabro labadaba ajri baa loo qaraa arintaa muuminku baa iska leh baa la yidhi
النبي عليه الصلاة والسلام عطاء بن الرباح حديث كان ينسى ورني يحرق قال لي ابن عباس ابن عباس بقى يقول لي ألا أريكم امرأة من أهل الجنة هوين مئين تصيع أهل الجنة كمدة فقلت وعن كولي بلى قال ابن عباس وحري هذه المرأة السوداء هوين ذا مدو وأهل الجنة بكري أتت النبي صلى الله عليه وسلم هوين ذا صوصعتا نبي قوتمد وقبل مدو فقالت مركز سيتري إني أسرع وإني أتكشف رسولك إلى يوم وان صحابيتري مركا عند عنا مرضا يقفي ذنته فادعو الله تعالى إلهي وحدي برضا بيتري اللي أنيقى إنا إلهي قد القادة حنون كالصحين تلعي هذا قال رسولك مركا وحكوري إن شئت سبيرتي هداد وان طوات صبري ولك الجنة ساسا جنادة كلها ذهي وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك هديك لنا إلهي وان كومبري إنك عافيه فقال ذو حيكوتري هوين داسي بل أصبر وان صبر يا وان أتكيسانيا لكن وحي يقول عابي تري مرضا ايقاد عدي الهي وحدي بردا اينا انا مرضا سيغا فايد من فدعا له رسولك عليه الصلاة والسلام الهي فأبري مرضي مرضا مكة ما يفيد من بالهدي حديث كاسي هو متفق عليه وحديث كاسي انوت موجين ايا انا قبر داسي حارنتا حنونكا كل اللي السوحدين تا ايدا عيسو انا كوات كيستي تبند جنة الهي وقبت لي سبحانه وتعالى ولا لي الوصيلة دا صدق شناد اي نوقو قرقاري سصبرك وحكم دا قف كوائن وقادو العلم بأن الجسع من المصيبة لا يردها بل يضعفها أرجع وقفك إن نمر نبع مصيبة كعلن هذا أرجع حدو مصيبة يجري دي يوحي كوسو سعدي كامت تجيو لكن وكوسي سيادة نعم سأوجدوا حلوة بهاي هاي مرة دوس صحيح كعلن أرجع حني أنا وحبا كعلنين إن أنا أرجع حين إلا بتعطوا أتقاطو إلهي أتقو كل سنة تصبرنا أدلتي ما تو وصل هذا كلا صبرك إن أبو قرقاري سوى حكم ذا العلم بأن النعم سائرة وأنها لا محالة سائلة إن دو قاتو نعموين كإلهي كسيي ويكسو سيارتين ويكسو بغدين وحلا سميستو لحاج استماها شكينيكو مجراني معكستا إني سوليسو هدي أولاد هاي ويدمن هدي حوليهي ويبابئي هدو عثمادي هاي وتاقي هدو مدحنمي هاي وسولي نعم ذا سي إني سوليسو مركو رو مسكح سيكشو سيالي دباتو كوغي ومن الوسائل المركة وحكم إذا العلم بأن النعم سائرة وأنها لا محالة سائلة وأنها لا تفرح بإقبالها سأوجد قفية وكفر إن هذه نعمة كوتي ما تفرحا وكذلك سأوجد حكم مروقون إن هذه كاتكتو غدا لأن سنة الله وحكم إذا إن النعمة يسبب الدشوي مرنا تكتو مرنا كوتي ما تو صبرك وحكى لو قفك مسلم كأوجو قرقارا إن وقفك في ريب تفاوت المصائب في الدنيا مصائب تأدية كان عيسى ويكلا سرسريسة تقول عليه تكوين بغير كاكول عليه ساوجد وعينات في رسالة وقاتا تدكى مسيبة وين ساوجد قف وين اسكو ونفتي سكودة جيا مصيبة تقول عليه إنه في ريب تكوين هذا دين عن يكتو قف عنو سني عريان ذركي هذا دنكا كلا يكتو تقالي بلا ذركي دنكا كلا هذا يكتو قاتي حنا ذركي مركا مصيبة دي كويسة وحنا قنسا بدون حبابها هين قفك مسلم كواحد لوجا باي هاي مركا يريبات تقول عضو inuu eego masiibada kale ka weyn dabeedna uu adkaysto waxa kale oo qofku muslimka ah looga baahan yahay si uu sabro u adkaysto inuu ogaado sabirkani inuu faa'iido fara badan iyo dhibaatooyinkani inay u leedahay dhibaatadan ku dhacday in ilaahay ajri fara badan ka siinayo oo qofka muslimka hadii ishiisa la qaado ilaahay janno ugu bedelayo inuu ogaado weeyaan waxa ajri buu ka helaya si awgeed dadka qaarkood waxay tamani jireen inay dhibaatooyin iyo xanuun ku yimaadaan si ilaahay dambiga uga tirtiro ikhwani fillah وعنو بانا ما دام الصبر كعين كايها من سلدان او تاغين هاي قفك مسلم كي انو كده دالو انو تدكا صابرين تاو كبيرو انتي او اسكو دي كارينا صفاتا شدو كسبان لها وينو سمايب ادباسي صفاتا سي عينو كسبانو حنو لان هاي نماديج يتصالي البينو بهان هاي عينو كتاينو تصالي اشا لو بهاي هاي قفك مسلم كي انو كده دانا وحاقو خير بادان انبيادا يددكي صالحين تاها ادباري باتوين مكود عينو مصابرين مستاكو مايلحين anbiyaada dhamaantood ilaahay wuxuu ku tilmaamay badankoodu inay saabirin yihiin ay ku sabri jireen dhibta qoomkoodu u geysanayaan markay diinta faafinayaan dhibaatooyinka adduunyada ee ku yimaadana inay ku sabri jireen buu ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraanka inoogu cadeeyay qisada koowaad ee inoogu horeysa waxa la saddexda nooc ee sabirka as-sabru ala da'ati illahi iyo as-sabru an ma'siyati illahi iyo as-sabru ala aqdari illahi al-mu'lima saddex nabi oo kala duwan baynu soo qaadanayna nabiga koowaad waxa inoo soo qaadanayna nabi as-sabru ala da'ati illahi nabi da'adi ilaahay ku sabray ونبينا إبراهيم عليه السلام نبي إبراهيم نبي إبراهيم الله وحي إنه شاقي إنه الرياضي نبي عليه الصلاة والسلام دفن إسوه إنه كيسي قورعي أيوك الرياضي أنبياء الرياضة هو حق ووحي يوكل وينفوليان سأوجد نبي إبراهيم مركو رياضة كواركي إنه كيسي ولحد الله وحكولي يا أبتي إني أرى في المنام
أني أذبحك إن أنك وحنا أركي بوري أنا جوكو جور عيا أنا أقول نعيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن كيس إن أويني لو سي إن أنك مر كاسم حسم أي إن أنك مر كوب أبان دعي إسنا صابر بوها يحريا بتفعل ما تؤمر تعدي لها بقصبر يا وحكا حنون كل مجرى المهاجي وقل جوري وعباده المهاجي سوق هذا مدي سوق هذا جور عو قل جوري أرينك حنون كل الأوكر في هذا المجرى ilmaha yar oo alagudu walu gowra ayaan arga gax ku dhaco ka weyn ma jiro laakiin markii nabi ibraahim alayhi salaatu wasalaam inankiisa yimid oo dhaa barriyadaas la arkay riyadana waa inaan fuliya inankiisina wuxuu yiri saabir buu noqdo wuxuu yiri aba masaasa if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin waxa hel doonta abuu dad ka sabra wana tkaysan hadii ibaadadaha ilaahay ku amray in gowra ay ugu ibaadayo ilaahay ugu dhawaaniso ee qalbiga nabi ibraahim talaabadii uu soo qaaday midiina waa soo qaaday falama aslama wa talahu diin u dhagal dhinkiisi ilaahay baari nabi ibraahim waa loo dhawaaqo waxa lagu dhawaa laabaal mariyo ya ibraahim qasad daqta ruya ruyadi iyo manamki aad ku aragtaado in ka gowracaya waad rumayso waad fuliyay bal ilaahay wuxuu fadeeynaa bidibxin cadiim laakiin ilaahay wuu furtay nabi ismaaciil oo dibi weyn baa lagu furtay dibixin cadiim la gowraco weyn arintaas waxay noo muujinaysaa nabigaasi inuu ku sabray daacad ilaahay wa daacad ilaahay oo muulima oo xanuunka as-sabru ala daacad ilaahay ilmihi si qalba lagu dhimidii buu soo qaatay wuu jiifiyay wuu saaray nabi ismaaciilna wuxuu yiri iqal diyaar baan ahay arintaasi hadana markii ilaahay uu ogaaday inay saabirin yihiin oo daacadii ilaahay ku sabray inay fuliyeen ilaahay wuxuu ku abaalmariyay inuu badbaadiyo marka nabi ismaaciil nabigaasi wuxuu ku sabray daacadda ilaahay hadii markaa inankaaga qalna lagu odhan maayo waxa lagu leeyahay waar daacadda ilaahay oo salaatul leelka ku sabir oo salaada faralka ilaaliyo ku sabir oo maxariimta ka sabir hadda inanka ilmaha qal lagu male heerkaas la gaaray dadka anbiyaada saalixiinta caruurtaada qal ilmihiina aanu diidin inankaaga salaada amar inantaada xijaabka amar xaraan ha cunin intaa ku sabir baa lagu leeyahay marka inuu nabiyada ku dayno weeyaanu caruur qalayna ma lahe aynu intaa walaalayaal ilaalino daacadda iyo awaamirta ilaahay aynu ku sabirno ayaa inooga baahayay nabi ibraahim baa tusaale inooga nabiga kale ee macsiyada ka sabray inkastoo dhammaantood anbiyaadu ka sabray laakiin nimudaj waxaa loo soo qaataa nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam نبي يوسف إنا يرو دل يروها فإنه كان شابا شاب دل يروها إنا كشابك أنا هذي أروح وجعشها نفتيسو وعيابها الرغبات كنفتيسو حبي كل ريح ذا ثانيا وحانين دل يرو أوان قرسان ورير لهين ووحيا مش هوديس أوكوفا رغيان شرين تصد حد قريب وها يو نبي يوسف عليه السلام بلد كيسا موجوغين هادنا قبل دي مركا يؤتي من نبي يوسف عليه السلام إياي كوعد ستاي إنو حمام كوسما يو nabi yusuf wuxuu rimay uu ka diiday arintaasi waxay tusaale ka tahay inuu macsiyada ka sabray nabi yusuf alayhi salatu wasalam oo rabbi sijni ahabu ilayya mimma yad'unani ilayh sijniga iyo jeela ay dhigaan ka jecelahay waxa la igu yeeray buri nabi yusuf alayhi salatu wasalam markuu arintii ku adkaystuu kari waayay nabi alayhi salatu wasalam ilahay wuxuu sheegay fa inna allaha la yudicu innahu man yattaq wa yasbir fa inna allaha la yudicu ajra almuhsinika ilahay ka boqa ee sabra ilaahay ajriga muxsiniinta ma labiyo nabi yuusuf wuxuu tusaalaha u yahay nin dhalinyara oo macsiyad loo soo bandhigay oo qof gurigeedii uu la joogi jiray qurux iyo ilaahay haybad basi uu soo bandhigtay isagoo dhalinyara oo shaaba oo u baahan waxan haddana diiday oo ka safray oo jeel ka toortay marka asabru can macsiyati illahi ayuu tusaaleen nabi yuusuf u yahay baalidhi asabru calaa aqdaari illahi almu'lima waxa loo soo qaataa baalidhi waxyaabaha ilaahay qadaray xanuunka badan le geeri kugu dhacdaa waa xanuun jirkaaga xanuun ku dhaca xanuun ku dilaya oo AIDS iyo waa dhibaato haddana waxa loo baahay waxyaabaha qadar ilaahay ku dhaca inaad u sabirto sidaa ugeed waxa loo soo qaataa baa nabiga xanuunka ku sabray dhibta nabiyullaahi ayuub maxay ilaa xanuun baa jirkiisa ku dhacay googooyay oo dhib badan u geystay muddo aad u fara badanna uu haystay haddana nabi yuusuf nabi ayuub oo sabray sidaa ugeed buu ilaahay ni'mal abd inna wajadnahu sabiran buu ilaahay waxaanu helnay nabi ayuub inuu xanuunkii waad ka istay sabir oo ahaa ni'mal abdu innahu awaab wuxaa addoonka ugu wanaag badan maxaa yeelay uu toobad keenooga marka waxaanu nabigaasina wuxuu tusaale u yahay inuu soo qaadanaynaa namuuda sabriga haddii xanuuna kugu dhacaan ama dhibaato ay kugu dhacaan ama kansar ay xanuunyada waaweyn ay kugu dhacaan in ambiyadii waa wanaagsanayd ilaahay doortay xanuunkaasi uu ku dhici jiray laakiin ay u sabri jireen oo adkaysan jireen ilaahayna subxaanahu watacaala markay u sabraan uu ka dulqaaday jiray saa awgeed nabi ayuub ilaahay uu ka dulqaaday habeenidiisina ilaahay uu wanaajiyey waxaa la yidhaahdaa xoolihiisiina ilaahay uu badiyey markii dambe marka waxaynu u baahannahay walaalayaan ambiyada tusaalaha asabru calaa daacati illahi waxay noogu tusaalaha nebiga ibraahim oo inankiisii qal lagu dho ku dhaqaaqay
الصبر عام عسية الله هي شهوات كنفسي قبلها قاقاوان يقروح على أسنا وحي النوغو تصالى نيكا ديدي نبي يوسف عليه الصلاة والسلام الصبر على الأمراض والمشاكل نوحي النوغو تصالى نبي أيوب وقعد كيستيو حنون كاكود عاي وقعد كيستيو إلهي بأي النوغو تلمامين الصابرها ساويد قفك سو مسلم وحي لغاي بشر رمضان إنو كاقادنو الصبر كإنو دعادة كوعد كيستنو معسية ذا نكا جوكسنو إنو كوعد كيستنو بالوداع حنون كاعد كيستنو عدي تايجات إيه سيغاريو حيابها دادك بابيي isla markaana haday dhibtimaado oo ay abaara iyo hantidu baabado arurto dhibtana inaynu adkaysano oo ilaahay baa ku siiyay arurto nicmadan waa mid tagaysan xoolahan allah keenay way tagayaan kulli ma haysan isla wiil amaala ka tagi amaayda ka tagdo hadii ay dhacdo adoo joogay in xooluhu kugu dalbaabaan ama arurto kugu dalbaataan mushkil kugu yimaado waa in aad qadar ilaahay safirta ilaahay subhanahu wa ta'ala badan fi amba kusin wari ilaahay sida khayr ku jeeyna wa fajiyo billahi tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sakallahu khayr aad buu mahadsan yahay walaalkeena abdalla sida fiican ay inoogu soo bandhigay sabirka iyo sida inoogu faahfaahiyay iyo sida uu inooga jahil saaray waxyaalo fara badan oo mugdi nagaga jiray ama waxyaalo fara badan oo inu xasuusiyey ilaahay ka abaaliyay aad iyo aad ayuu inoogu soo bandhigay waana loo baahan yahay inaan markaa sabirka aynu ku dadaalno maadaama aynu bishii barakaysnayd rabadaan inu ku jirno bishii sabirka aynu ku jirno sidoo sheekhu tilmaamay loo baahan yahay inaynu sabirka aad iyo aad ugu dadaalno inagoo markii horeba sabraynay inaynu imikana aynu sabirno weliba bisha rabadaan aynu aad iyo aad aynu usii xoojino oo maalintaa keliyahe aynu soomannahay inaga oo suxuurannay goor waa berigii ku dhow ee markii cadaadu dhacdayna afurnay qadadii oo qudhaynu iska daynay inta layna leeyahay ka sabra waa qadadaasoo keliya weeyaan sidaa darteed baa la doonayaa qofka muslimka ahi maalintaa markuu sooman yahay inuu ixtisaab iyo ajar fara badan ilaahay uu ka dalbo oo aanay markaa damqin gaajada iyo haraadka yar ee soo gaadhaya ilaahayna subxaana wa tacaala inagu naga abaaliyo soonka iyo bisha barakaysan aynu ku jirno ajarkeedana ilaahayna siiyo kelmadda fiican ee sheekhu inoo soo gudbiyeyna ilaahay subxaana wa tacaala inagu anfaco isagana ilaahay ka abaaliyo waana casharkeenii taxanaha ahaa inagu talagalnay bisha barakaysan ee rabadaan in kolba uu inoo soo gudbiyo walaalka mida walaalaheenna aqoonta diinta islaamka u leh abi mucaal ayaana markaa inoo marinayay waana casharkii 11aad halkaasuu inooga sii socon doonaa taxanaheennu insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بلا شيء قايب ليسك يا ابي شي لا حرايه بدانتي دكسوم بلا شيء كوغدافي بشوار ودان بركي ودتا بشوار ودان بركي ودتا وقتي نحسستو كل شيء على الكسي على الكسي على الكسي